Vamos abrir o nosso primeiro jogo na nossa casa. سوف نلعب أول مباراة في ميداننا بين مزدوجين لأننا لن نلعب في ملعبنا في الكينغز مارينا، ولكن سيكون الملعب جاهزا. نحن نحتاج إلى أن نلعب في ميداننا، هذا سيكون بعد ذلك لما يكون الملعب جاهزا. هذه المباراة ستكون صعبة جدا لأن الضمك فريق خلق لنا صعوبات كثيرة العام الماضي في المباراتين، وبالتالي فزنا في مباراة وتعادلنا في واحدة. فهذا الفريق لديه بعض المبادئ الكروية تعكس فلسفة المدرب ببنية جيدة جدا. فهو فريق في هذه اللحظة لديه بعض اللاعبين الأجانب، منظم بشكل جيد، وستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة إلينا. أنا متأكد من هذا، ونتمنى أن نستطيع الفوز وأن نقدم ما نريد أن نقدمه لكي نكون مرتاحين مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وهكذا اللاعبين